وينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون الشرق الأوسط فاتشيسلاف ماتازوف، أهلا ومرحبا بك. يعني حقيقة الرأي العام العربي مهتم بأن يسمع رأيك فيما يحصل الآن في العالم العربي. أنت مستشرق وأنت رئيس جمعية الصداقة العربية الروسية وأنت مطل على كثير من الخبايا. أنا في حالة المنهارة إطلاقا عندما أنا أشاهد اليوم على شاشة التلفزيون الروسي أو شاشات التلفزيون العربية الفضائية العربية، أنا من علم كبير أقبل كل ما يجري اليوم على الأرض وطن العربي، لأنه كانت هناك تونس فيما بعد مصر اليوم ليبيا، وهناك أحداث ببحرين في سلطنة أمان في شوارع أمان أردن يمن واليمن والسودان. وأنا أتساءل وين العرب؟ أنا أتساءل وين الجامعة العربية؟ يدرسون مقترح من هوغو تشافيز، إن شاء الله يتدخلوا ويقودوا الأمور يهم العالم العربي، لأن هذا ما يجري اليوم في كل من الدول مذكورة هذا تتناول المصالح العليا للشعوب العربية للعالم العربي. لأنه أنا عبرت ليلة مبارح أو صباح مبارح في مناقشة طويلة في طاولة المستديرة في ريا نوفوستي مع الخبراء الروس حول هذا الموضوع. أنا عبرت عن الرأي الصريح، وهو وهذا الرأي أن هذا مبادرة تغيير الأنظمة العربية ليست منبثقة من العالم العربي والشعوب العربية هذا فكرة وصلت إلى العالم العربي من الخارج. كيف وصلت؟ وصلت على طريق البسيطة. على 2005 المنظمة غير حكومية الأمريكية اسمها Business for Diplomatic Action، كل واحد توجد هذا في الإنترنت موجودة عناوين، أسسوا منظمة اجتماعية منظمة هدفها التغيير الأنظمة في العالم العربي بوضوح. برنامج متكامل موجود. سبب لهذا الفساد الإخلاقي في القيادة، التصادم المصالح الشعوب العربية مع القيادات في الدول العربية، لأن في يعني كلام حق يرد به باطل. تقصد أن تقول أن هناك مطالب محقة، مطالب محقة، وعلينا أن نستفيد من هذه المطالب محقة حتى نستغل الفرصة، يعني لنستفيد الفرصة ونغير الأنظمة العربية. ويذكرون أن كل الأنظمة أصدقاء لأمريكا والأعضاء لأمريكا. طب لماذا إذن أمريكا تريد أن تغيرهم؟ هناك آراء مختلفة، لأنه أمريكا تحتاج العالم العربي ضعيف، العالم الإسلامي ضعيف، أن لا يكون هناك معارضة لتطبيق الخارطة السياسية، تغيير الخارطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط الكبير. طب ما هو كان ضعيف بالأساس. ما يعني كانت ضعيف مصر مثلا، كانت له دور بغض النظر أن هناك كانت تلك نقاط الضعف التي أنت ذكرتها، صحيح أنا موافق، ولكن هناك كانت الدولة مع السلطة، دولة مع السلطة التي تدافع عن المصالح، جيش مصري. اليوم أي شيء تجري على حدود مع مصر، مصر لا تتحرك، تستطيع أن تتحرك، هو مشلل، شلل، من الضعف إلى الشلل، من الضعف إلى شلل. لا يوجد اليوم دور مصر في المنطقة. طب الحقيقة يلاحظ أن في الموضوع الليبي تونس كانت مظاهرات شعبية وجهت بالرصاص في البداية، ثم الجيش أخذ دوره ورحل بن علي. مصر أيضا مظاهرات شعبية حملت شعارات إسقاط النظام، بقي نظام 23 يوليو أي الجيش، أمسك بالوضع، رحل مبارك. السيناريو في ليبيا مختلف تمام، ثورة تبدأ ثم تبدأ السلاح يدخل إلى أيادي الناس، ربح بير كابيتا يتوزع السلاح، كانت 24,000 دولار بسنة، $2,000 بشهر لكل فرد. نعم، يتوزع السلاح على الناس، ومن ثم تشكل القيادة تطالب بتدخل أجنبي تحت عنوان أجواء آمنة في ليبيا،
وأصحاب تأمين هذه الأجواء الآمنة الأمريكيين يقولون لابد من ضرب كل الدفاعات الجوية الليبية حتى تأمين هذه الأجواء الآمنة. كيف تقرأ هذا المشهد؟ أنا أقرأ هذا المشهد أن هناك تناقضات في ليبيا كانت موجودة. موجود. تناقضات ليست تناقضات اجتماعية. ما كانت سياسية. سياسية أو بين قبيلة وقبيلة تانية. لأنه كرنايك هذا وطن سينوسي. الملك إدريس الأول. الذي فاز عليهم في 69 ملازم معمر القذافي. وهناك تناقض. تناقض بين قبيلة وقبيلة تانية. استغلوا هذه الفرصة. تم استغلال. طيب خلينا نكون دقيقين. من قبل أي من الدول تم استغلاله؟ نحن نعلم أن لديك معلومات. من هي الدول؟ صراحة. أنا سميت هذا الدولة بصراحة أن هذا منظمة غير حكومية، أشيرها غير حكومية الأمريكية، اسمها Business for Diplomatic Action. كانت يرأسها المؤسسات الأمريكية في إدارة لهذه المنظمة الشخصيات والمؤسسات الأمريكية الاقتصادية مثل Rothschild Incorporation أولا، وكذلك اكسون موبيل على مستوى سينيور فايس بريزيدنت اوف وورلد. وهذه مؤسسات يعني موازناتها بملايين الدولارات، يعني نحن نقرا عنها مليارات دولارات. مليارات يا نعم. سيدي مليارات دولارات تصرف لمده 5 سنوات. في اول كانون الثاني شهر الاول لهذه السنه اعلنت هذه المؤسسه انها انتهت فعلها بنجاح وهي تقف. طيب والدول القادمة على سلم جدول الأعمال؟ دولة ثانية هي عالم العربي كليا، كله بما فيها مملكة العربية السعودية والأردن. ألا تعتقد إذا كانت الشعوب ذكية وقادرة ووحدت كلمتها تستطيع أن تستغل هذا التغيير من أجل الإتيان ببديل يعبر عن الشعوب؟ هذا فرصة أيضا، هذا فرصة ذهبية لشعوب العربية أن لا يسمحوا تلك القوة المعادة للمصالح على المسلمين، لأنه وراء كل هذه المؤسسة المنظمة التي أنا سميتها هي محافظين الجودة لأمريكا، لأنه هي منظمة كانت أسسوها محافظين الجودة 2005. يعني الحقيقة في حديث كثير عن هذا الموضوع وعن دور هذه المنظمة وعن التدريبات التي قاموا بها لكثير من الشباب في هذه كل المدار. تدريب كان يجري على أرض أمريكية. نعم، لكنها فرصة للشعوب العربية يستفيد من هذا النشاط. نعم. الخبير في شؤون الشرق الأوسط السيد فاتس السلام، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.